الاستمرار لدور مصر الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال قافلة من المساعدات في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء شعبي سوريا وتركيا أعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك القافلة من مناطق تحميلها بالقاهرة إلى الإسماعيلية عبوراً بأنفاق تحيا مصر وكوبري السلام، مروراً بالطريق الدولي الساحلي، وصولاً إلى ميناء العريش البحري الذي شهد تطويراً كبيراً بكافة منشآته وأرصفته خلال الآونة الأخيرة. حيث غادرت سفينة إمداد مصرية من الميناء متجهة إلى دولتي سوريا وتركيا محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، اشتملت كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي والأزهر الشريف وجمعية الهلال الأحمر وصندوق تحيا مصر للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر بكلتا الدولتين. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخي بين الشعوب وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.